طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. الله يخليك جوانا طرق النعاد والدشداشة البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ اهلا بكم من جديد. نبدا موضوع هذه الحلقه حول الملف السياسي في العراق، حيث قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء العرجي بان الكتله الاكبر كانت ان تعلن في الجلسه الاولى للبرلمان لولا تحرك ايران فجر يوم الاثنين الثالث من ايلول الحالي والذي شهد عقد الجلسه. اضاف بهاء العرجي بان ايران تحركت في الساعه السادسه صباحا واحبطت اعلان الكتله الاكبر التي شكلها محور الصدر والعبادي، وبين الأعرجي بأن الأكراد كانوا قد وافقوا رسميا على الانضمام إلى المحور، لكن إيران تحركت وأحبطت إعلان الكتلة. طبعا على عكس الأجواء التي سبقت الجلسة الأولى للبرلمان في 3 سبتمبر أيلول الجاري، يعني تبدو اللقاءات شبه متوقفة بين الكتل السياسية المختلفة باستثناء اتصالات ولقاءات تجري بين التحالفي الفتح وتحالف سائرون بزعامة كل من هادي العامري ومقتدى الصدر، رغم اقتراب عقد جلسة يوم السبت المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، والتي من المفترض أن تحسم أيضا قضية من هي الكتلة الأكثر عددا التي يحق لها تشكيل الحكومة. ويأتي ذلك وسط معلومات عن رفض كتل شيعية عدة اللقاء مجددا بالمبعوث الأمريكي بريت ماغورك، والذي يتحرك بين الكتل السياسية في إطار المساعي الأمريكية للعمل على الملف الحكومي، وهو ما رآه بعضهم نقطة جديدة تصب في مصلحة إيران وتحركاتها على الموضوع نفسه. التقى طبعا الصدر أمس الأربعاء بهذا العامري، ويعني تقريبا 3 أيام تفصلهم من البارحة إلى يوم السبت لعقد الجلسة لاختيار رئيس البرلمان. مصدر سياسي مطلع في محافظة النجف قال بأن الصدر والعامري ناقشا ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والانتهاء من تسمية الرئاسات الثلاث، وبين في حديث لصحيفة العربية الجديد بأن الجانبين شددا على ضرورة حسم الأمور ابتداء من جلسة يوم السبت من خلال اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. وفي السياق ذاته قال عضو البرلمان عن تحالف الفتح عدي عواد بأن وجود سائرون بجانب تحالف الفتح من شأنه أن يسرع تشكيل الأغلبية البرلمانية، وبين في تصريح صحفي بأن هذه الأغلبية سيتم تشكيلها قريبا من قبل الفتح وسائرون وقوى سياسية أخرى. أوضح عواد بأن أمورا كثيرة ستتبلور خلال يومين لتشكيل حكومة قوية كما يقول قادرة على حل المشاكل التي تواجه العراق. أشار إلى أن هذه الحكومة تحتاج إلى كتلة قوية تسندها داخل البرلمان. عضو البرلمان السابق عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي محمد يعني اعتبر بأن الحديث عن تشكيل كتلة من تحالفين أو ثلاثة للحصول على الأغلبية البرلمانية أمر غير ممكن في ظل اعتياد السياسيين على الوجود في السلطة، وتوقع يعني أن يتم اللجوء في نهاية الأمر إلى تشكيل حكومة توافقية تضم الجميع. في موازاة ذلك قال مسؤول في بغداد بأن أمس الأربعاء بالتحديد بأن كتلا شيعية عدة قررت ألا تلتقي مجددا مع المبعوث الأمريكي بريت ماغورك كما تحدثنا قبل قليل، ويبدو أن هذا القرار اتخذ بتوجيه إيرانك يقول هذا النائب السابق بعد يومين من ضربة أخرى تلقتها واشنطن كما يقول في العراق من خلال انقلاب حلفاء رئيس الحكومة حيدر العبادي عليه ومطالبته بالاستقالة، فضلا عن تصريح المرجع الشيعي على السيستاني بعدم دعم أي شخصية سبق وأن شغلت مناصب حكومية لتسلم رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما طبعا تم اعتباره فتوى أو موقف واضح لرفض تولي حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية. ووصف المسؤول الأوراق الأمريكية بأنها أضعف من الأوراق الإيرانية حاليا.
في هذا الإطار رفضت قيادات سياسية تأكيد قرار بعض الكتل السياسية، خصوصا تلك المحسوبة على معسكر المالكي العامري، بعد لقاء المبعوث بعدم اللقاء بالمبعوث الأمريكي مجددا، إلا أن عضو في تحالف الفتح تحدث بأن الجميع يفضل التعامل مع السفير الأمريكي دوغلاس سليمان على أن يلتقي بالمبعوث الأمريكي بريت ماغورك. لكن القيادي الكردي في التحالف الكردستاني ماجد شنقالي قال بأن ماغورك كان يوم الثلاثاء في أربيل والتقى مع نجرفان البرزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وبحث ملف تشكيل الحكومة. ووفقا لشنقالي فإن الصورة غير واضحة حتى الآن، والمبعوث ماغورك موجود حاليا في أربيل لبحث الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف: أعتقد بأنه خلال اليومين المقبلين ستكون هناك حوارات كثيفة بين مختلف الأطراف، وهناك وفود سياسية من بغداد تأتي إلى أربيل لكن بشكل غير معلن لنفس الأمر. كشف شنقالي عن وجود تقارب بين كتلتي الفتح وسائرون، لكن لن ترقى إلى تحالف، بل الهدف منها هو الاتفاق على إدارة الحكومة الجديدة ودعمها. وختم بالقول بأن واشنطن تعمل على تحجيم النفوذ الإيراني الآن في العراق، لكن أعتقد بأن الحكومة لن تشكل إلا بتوافق إيراني مع الولايات المتحدة حتى لو لم يلتقي الطرفان. من جانبه القيادي في تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي وهو النائب صادق المحنة تحدث بأن الكتلة الكبرى تحولت إلى أزمة حقيقية في البلاد، وفاقمتها تدخلات الخارج ورفض الأطراف لتقديم تنازلات. أضاف: أعتقد بأن تشكيلها سيستغرق وقتا طويلا والمفاوضات صعبة، وكل طرف يريد اتجاه معين. أخشى، يقول، أننا ذاهبون إلى حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني، قصر الوقت أم طال، شئنا أم أبينا كما يقول. معنا اتصال أبو محمد. أبو محمد من تركيا، تفضل أبو محمد. مرحبا أستاذ عمر، أهلا بك، حياك الله. حياك وبياك، الله يحفظك. أهلا وسهلا أخي الكريم. يعني ما آلت إليه العملية السياسية من الانتخابات الأخيرة، رأينا كيف كانت النتائج وكيف كانت التزوير، يعني بلغ يعني مأخذ ما أعرف ما يعني ماذا تقول عن الدول، لا أعرف ماذا تقول. يعني عملية هزيلة أنتجت نتائج أهزل من الانتخابات. نعم. مع هذا أخي لم يرتدعوا ولم يقروا بذلك، وإنما اتفقوا فيما بينهم على تقسيم الكعكة من جديد. وهؤلاء لا أتصور شيء سيحقق العراق شيء لشعب العراق من نتيجة إيجاد حكومة جديدة، لأنه لا زالوا هم يعني الآن مختلفين ويريدون أن يتلفوا ولا يستطيعون. يوم هذا يخرج ويوم ذاك يدخل وهذا يتحالف مع ذاك، وإذا العملية هزيلة وتقاسم كعكة جديدة والشعب ليذهب إلى مصير المحتوم اللي هم بنوا له إياه. لكن لن يكون هذا، والشعب وعى حقيقته، وما التظاهرات اللي في البصرة إلا بداية الشرارة لشعب ينتفض على هؤلاء الفسدة الذين أغرقوا العراق في متاهات ليس لها أول ليس لها آخر. نعم. العملية السياسية أنا في تقديري فاشلة، وأنا يعني أتصور أن هناك يعني يذهب إلى حكومة طوارئ، إلى أن يتم يعني الاتفاق على حكومة يعني قد تبيض وجه العراق. نعم. أبو محمد، برأيك يعني تغير موقف الصدر، يعني يوم ويا العبادي بعدين يروح ويا العامري، يرجع ويا العبادي، يرجع النوب ويا العامري، كيف تقرأ هذا الموقف؟ عمر، مع الأسف يعني الصدر هذه المسألة مغربة عليه. العملية عندما صارت انتفاضات في بغداد وكان يدخل إلى المنطقة الخضراء وبعدين خرج، يعني ماذا أقول عنها؟ لا أعرف، ليس هناك رأي لهم، إنما هي يعني مصالح متبادلة فيما بينهم. ما أتصور سيخرجون بنتيجة إلا النتائج كالسابقات. نعم. زين، الجماعة مقررين أنه بعد ما يلتقون ببريت ماغورك المبعوث الأمريكي. نعم. ليش برأيك؟ والله يا أستاذ عمر مضحك الموضوع. مضحك. هذا من هم
من هم حتى يقولوا هذا الكلام عن سيدهم الذي أتى بهم؟ هو هم هؤلاء الأمريكان هم التي أتوا بهؤلاء الأقزام. هو يملي عليهم، والذي لا يوافق سوف يعلم نتيجة عدم موافقته. هؤلاء يضحكون على أنفسهم، لا يضحكون على الشعب العراقي ولا على الشعوب العربية. يعني عملية هزيلة من بعد الاحتلال ولحد الآن، نكبات وويلات على شعب العراق، ولكن إن شاء الله إن شاء الله النتيجة محسومة لشعب العراق بعد أن صبر هاي 15 سنة الدامية والمظلمة والتي لم يمر مثلها إلا في زمن هولاكو. أنا أشكرك أبو محمد من تركيا كان معنا. طبعا على الجانب الآخر، القوى التي تدعي تمثيلها للسنة تعقد اجتماعا يضم زعامات أو زعاماتها الرئيسيين في بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق أو تفاهم يقلص عدد المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان البالغ عددهم حتى الآن 9 مرشحين. جماعة مرشحين 9 لشغل رئاسة البرلمان، وفقا لمصادر سياسية في محافظة الأنبار تحدثت بأنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق سيدخل 9 للتنافس تحت قبة البرلمان السبت المقبل، وسيفوز من يحصل على 166 صوت. في حال لم يحصل أي منهم على هذا العدد يتم الذهاب إلى جولة ثانية وثالثة يتساقط خلالها الأقل أصواتا منهم. وفي نفس الإطار أشار النائب عن تحالف سائرون غائب العميري إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستعقد في موعدها المحدد، وسيتم فيها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. وأوضح بأن هناك أنباء تفيد بأن القوى السنية ستتفق فيما بينها خلال هذه الأيام على اختيار شخصية واحدة تحظى بمقبولية الجميع لتشغل منصب رئاسة البرلمان. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا بالنسبة وسهلا. بالنسبة للعراق، العراق مر بأزمة قوية من 2003 إلى هسه. بس أنا أسأل، العراق كان دائما في انتفاضات ودائما في انقلابات، بس ما حد يتدخل بي، كان ما حد يتدخل لا دول عربية ولا إيران ولا أمريكا ولا أي واحد، كانوا بيناتهم يفضون الأمور ويصير قائد وتمشي الأمور حسب الأصول. ليش لماذا بعد احتلال العراق إيران أمريكا جاءت بإيران إلى العراق لتخريبه، هي وإسرائيل وإيران؟ يعني المفروض هاي ما حد يتدخل بالحكومة. إذا يعني أنا بس أسأل الشعب العراقي، من 2015 من 2003 إلى هسه ماذا رأيتم في هاي الحكومات المتعاقبة اللي إجت؟ هل الجعفر اللي كان يقول للحكومة الملائكية وهو كان يروح للسجون وبالدريل اللي يؤدي السجناء السنة، أو المالكي اللي حطم الموصل دمرها وباقي الشعب 8 سنوات وباق ما باق، أو أي هاي يعني هم حزب الدعوة هم المستولين على هاي الحكومة؟ ومتى إلى متى هذا الشعب ما ينهض وما يشوف أنه هاي الحزب هذا حزب مبنى على القتل النهب والسلب والبوق، ما مبنى على أنه يبني ويعمر؟ هذا لأنه هذا تأسس في إيران فتعلق في مع عقول إيران بالحقد والكراهية وما إلى أي علاقة بالشعب. فالصدر الهادي العامري الجعفري أي واحد من هالشكولات اللي إجت لنا هم ما لهم علاقة بالعراقيين ولا بتأسيس العراق ولا بإصلاح أي شيء في العراق، وإنما في النهب والسلب والقتل، وراح نبقى هالشكل. وأنا أؤيد أهل البصرة البصراويين، أهل البصرة أنتم أهل الشهامة، قوموا بأعمال مرة ثانية الانتفاضة مالتكم، وأريد وإن شاء الله من بغداد والمحافظات راح أؤيدكم وراح أسوي. إحنا نريد انقلاب عسكري، نريد انقلاب عن هاي الحكومة، انتفاضة ضد هذول الجبناء اللي قاعدين هذا يوميا يقول كتلة وهذا كتلة، هم كل واحد بس ما
حاضرين بجيوبهم ايش قد يحصلون وايش قد ينفقون. فانتفضوا يا عراقيين واصحوا على زمانكم، لانه اذا اجت هاي الحكومه بهالعقول الجامده اللي قاعدين هسه يسمعون راح اصير انقص وانقص وراح كل شيء ما يصير للعراق. وانا اشكرك. شكرا ام ازهار من بغداد كانت معنا. طبعا اضاف النائب العميري بتصريحات لوسائل الاعلام بانه لغايه الان المؤشرات تؤكد بان جلسه البرلمان المقبله ستعقد في موعدها المحدد وسيتم فيها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. بدوره اكد المتحدث باسم تحالف الاصلاح والاعمار معسكر العبادي والصدر سابقا وجود اتفاق مع تحالف الفتح لانجاح جلسه البرلمان المقبله، وقال المتحدث باسم ائتلاف سائرون المنضوي ضمن تحالف الإصلاح أيمن الشمري تم الاتفاق بين قيادات الإصلاح والفتح على إكمال نصاب جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، وأن تكون الجلسة حاسمة ويتم فيها تسمية رئيس البرلمان ونائبه. أشار في تصريح لوسائل إعلام عراقية إلى أن هناك توافقات على تسمية رئيس البرلمان وقد يكون الرئيس خارج الأسماء المرشحة حاليا. وتابع الشمري المشاورات مع تحالف الفتح وصلت إلى مرحلة متقدمة، واستدرك بالقول نحن في تحالف الإصلاح ما زلنا الكتلة الأكثر عددا، وإذا فشل التحالف مع الفتح فنحن من سيشكل الحكومة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد، معنا اتصال فهد من السماوه، تفضل فهد. بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك. والله خالي انا ولو ما اعرف رجال ام انا ما عندي تعبير معنوي. لا لا تفضل سولف. بوضعي والله بوضعي هاي الحكومه تدمرنا. خص هاي الحجاب اللي جت من ايران. نعم. العصائب وحزب الدعوه. هذول دمرونا، لا خدمة. نعم. لا بالنسبة لي أنا رجال غنام. نعم. رجال غنام. كان وقت صدام حسين قبل يقبل لنا عنف للحلال وكل الاحتياجات ومفتوح لنا السجال وين ما كان نروح. حتى مرات نعبر للسعودية. هذول حيرونا الحلال رخصوا بلاش الوجبه هاي الثانيه يعطيها صدام قطعوها الماء يضيعوه ما له مو حكومه نظاميه كهرباء ماكو نعم هاي والله ما له والله نتمنى هالساعه حكومه تجينا حتى لو كان من اخواننا السنه وتخدم الوطن وتقدم لنا خدمة جيدة احنا نرحب بها. نعم. زين فهد برأيك نعم. اليوم الجماعة اليوم مثل كل أربع سنوات مختلفين على تشكيل الحكومة. ويومية واحد مشكل ويا 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 حزب ثاني مشكل له كتلة معينة. شلون تشوف الوضع بالعراق؟ نعم. بعد 15 سنة. شلون تشوف الوضع بالعراق بعد 15 سنة والوجوه نفس الوجوه ما تغيرت؟ والله وضع متدمر فرد نوب، هسه البصرة مظاهرات وحروب ودمار. نعم. السماوة ونفس الوضعية.
هسا حاليا المظاهرات بالشمال محتصرين وكل شيء ما شفنا من خدمه، ومن ايام هم الكتله وجماعه من الشمال اكو بيهم خمسه سته كتلتهم الى حجار وما حصلنا اي شيء. هسا انا حاسس مع امانه رجال امه كل شيء ما فهم، لكن اشوف الوضع ما معجبني. نعم. وقت صدام احنا مرتاحين، يقدم دعم للغنامه، يقدم علاف للحيوانات بلاش. وهسه ما يقدموا لكم شيء؟ وزاره الزراعه ما تقدم لكم شيء هسه؟ حاليا ما حاليا وزاره الزراعه ما تقدم لكم شيء؟ اي ماكو كل شيء ماكو. نعم. لولا منتهين بس طرق اللغف لارواحهم. نعم. بس للفشهم. للفشهم ولا يدبك وياهم. الفقير ما له معونه دوم تايه. نعم. اي والله. الله يعينكم وبيك، الله يسلمك والله يفرج عن جميع العراقيين. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، اهلا بك. اهلا وسهلا بك. والله ما عمر ما اشوف الصوره سوداء يعني، وفي ضبابيه بتشكيل الحكومه، وبالاخر يعني هم يشتبهون الاحزاب، بس هي ايران قرر من يحكم، هذا الشيء معروف يعني. نعم عمر، هم يعني هاي كلاواتهم قدامنا واحساب هذه كلها ضحك على الدقون. هي ايران قرر من يحكم، هذا اول تالي بلد محتل. وانت شفت السفير الايراني بالبصره يطالب بالقصاص، يعني ايد بيد الشعب كله. ووزير الخارجيه رجع يقول الشعب العراقي شواذ، يوصف الثوار بالشواذ، وهو يبتل العراق. وزير خارجيه العراق هو يعني نعم يقول انه يوصف الثوار بالشواذ. اخ عمر يعني هذا ما يستحي، ما عنده ناموس، ما عنده غيره، يعني ما يستحون ويطلعوا التلفزيون يقول شواذ وصف الثوار. كله على مود ايران يا اخي، يعني وراهم الايران. فالحكومه الايران هي راح تشكل اخ عمر، هذا يعني شيء معروف. نعم. وراح اشوف بالاخير. زين شلون تقرا يعني شلون تقرا موقف الصدر يوميه ويا حزب، يوميه ويا كتله؟ والله موقف الصدر ضعيف، الصدر موقفه جبان عكس ابوه كان عنده موقف مشرف وكان شجاع، بس هو يعني شوف موقفه جبان وصاير وياهم يعني حتى ضد الثوار. حتى ياسر الثوار يقول لهم بطل اجلوا انه هسه الحركه اجلوها هسه حاليا ثوره. فالصدر يعني موقفه كلش ضعيف، وما نشوفه يعني عاديا موقفه كلش ضعيف ومع الاسف يعني يقول. نعم. يعني المفروض ما يحط ايده بيدهم بعد 15 سنه دمروا العراق ونهبوه هم وايران. المفروض ما يحط يعرفوا هم حراميه، شلون يحط ايده بيدهم؟ اخ عمر يعني كل يعرف ان هم حراميه وقتلوا مسلمين. ودماء البصره بعدها ما نشفت، شلون يحط ايده بيدهم؟ يعني شيء حير اخ عمر يعني. فموقفه كلش ضعيف يعني مع الاسف. نعم. تحيه لك اخ عمر ومشاهدي. أنا أشكرك محمد من هولندا، كان معنا. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين وكل الأستاذ المحترم. أستاذ عمر، هذا واحد من الفاسدين اللي اقتنى على حساب الشعب العراقي، اللي هو وجه رسالة صريحة وواضحة لكل اللي يقولون بأن إيران ما تتدخل بتشكيل الحكومة القادمة، حتى لا يطلع واحد ويقول ما نسمح لأي جهة أن تتدخل بشؤون العراق. وقبلها أستاذ عمر استقبل السيستاني المبعوث الإيراني وتناقش وياه ونطاع أسماء خمسة من المجرمين اللي ما تقبل المرجعية أن يستلمون منصب رئيس الوزراء، ولو ما كانت المرجعية موافقة على تدخل إيران كان ما استقبلهم السيستاني، وكان قال لهم أنتم ما مسموح لكم بالتدخل. وطبعا هذا دليل آخر بأن المرجعية موافقة على تدخل إيران. وكل الموجودين أستاذ عمر بالعملية السياسية ومهما اتفقوا على تشكيل الحكومة نعم لا ما وافقت إيران، يعني الشعب يعيش بأسوأ حال ومحروم من كل الخدمات، وهم مشغولين بتشكيل هاي الكتلة اللي أنا أسميها الأسوأ، واللي يتبعون ويقدسون مقتدى الصدر، خلي يشوفون شلون هو إنسان متلون، ومثل ما قلت إنسان زئبقي كل يوم براي،
وما يثبت على موقف وما عنده أي احترام لكلمته. وشفنا شلون مرة يأيد العبادي ويطعن بهادي العامري، ومرة يطالب باستقالة العبادي ويتحالف ويا العامري. يعني فد إنسان جاهل مع الأسف، والله مع الأسف هاي النماذج تتحكم تحكم العراق وتتحكم بأمور الشعب العراقي. يعني ملايين العراقيين مهجرين ونازحين، وملايين العراقيين محرومين من أبسط الحقوق اللي توفرها أفقر دولة بالعالم المواطنيها. وهم ملتهين تشكيل كتلة أكبر. بعدين شنو اللي راح تسويه هاي الحكومة المقبلة إذا شكلت للشعب؟ أستاذ عمر، يعني هو البلد سلطت عليه زمرة مجرمة عميلة من اللي يدعون بنفسهم هم سياسيين ومن معممين فاسدين، وهمهم الوحيد إرضاء أسيادهم الإيرانيين. ومن يطلع المواطن يطالب بحق من حقوقه، أما يعتقلوه ويعذبوه ويقتلوه، حتى إذا ما يقتلوه يخفوه وما أحد يعرف مكانه وين. يعني كانوا يطلعون ويقولون الشعب مضطهد بزمن صدام حسين، وإحنا يجينا رفاهية هذا الشعب، وبالنتيجة دمروا الشعب ودمروا البلد وبقوا مسلطين على رقابنا. وبكل حكومة جديدة تشكل تبقى نفس الوجوه، بس مجرد يتحول هذا الوزير من هاي الوزارة إلى وزارة ثانية، وكأن العراق ما بيغير هاي الوجوه، هاي الكالحة المجرمة اللي دمرت البلد. الله ينتقم منهم بالدنيا والآخرة، وكل قطرة دم سالت من مواطن عراقي هي برقبتهم، ولعنة الله وملائكته وكتبه ورسوله عليهم إلى يوم الدين. يعني خلي يفهم هسه اللي يأيدون مقتدى الصدر وهاي الملايين اللي تتبعه، شلون مقتدى الصدر إنسان ما عنده كلمة، إنسان ما يثبت على موقف. يعني هذا الإنسان هو يتحكم بملايين الناس على أي أساس؟ وأنا قلتها سابقا أستاذ عمر، يعني هذا الإنسان الناس اللي تتبعه مو يتبعوه لأنه هو إنسان فاهم أو سياسي، لكنه هو دا يتبعوه لأجل على أساس بأنه كان أبوه مرجع وإنسان محترم وكان الناس تقدره وتحترمه. لكن هذا مو معناه أنه أنا أحترم وأيد إنسان جاهل ووصل الشعب ووصل البلد للحضيض. يعني احنا شفنا شلون من اقتحمه والمنطقة الخضراء ونصب له خيمة وفرش فراشة بيها وقعد، ووراها بيومين ماكو ما نشوف إلا انسحاب وكأنه كل شيء ماكو. يعني هو لو صدق إنسان يحب مصلحة العراق كان بوقتها سوى شيء من اقتحمه والمنطقة الخضراء، مو ياخذ له المقسوم هذا ويدير وجهه ويطلع ويخلي هذول الشعب كله عايشين بأسوأ حال. الله كريم أستاذ عمر، الله كريم، والشعب إن شاء الله ما راح يبقى صابر عليهم على طول، وراح يجي يوم وينزاحون كل هاي الوجوه هاي الكالحة اللي سلطت علينا. وشكرا لحضرتك أستاذ عمر. شكرا، شكرا جزيلا لك. نقرأ بعض رسائل الواتساب. قلوبنا معكم يا أهل العراق الشرفاء، اللهم استر أهل العراق، اللهم اكفيهم شر الأعداء، اللهم بردا وسلاما على الفيحاء المياسم القطر. رسالة أخرى من البصرة تقول: السلام عليكم أستاذ، هسه بالبصرة دخلت قوة أمنية جديدة، ما نعرف هذا التحشيد العسكري شنو سببه في البصرة، إعلان حرب لو شي يقصدون. يقول رسالة أخرى يقول فيها أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييكم وحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله يا أهلا بك. والله يا أخوي أنا ناجد العراقيين، أخواني العراقيين ككل من الجنوب للشمال، والله أي مظاهرات نسوينا فهي فاشلة. الإبرال صغيرة يشيل إسلاح أمام هاي الحكومة الفاسدة، إذا مو بالإسلاح ومو بالقوة ذولا ترى حتى لا يعجزون يجيبون عليكم ميليشيات إيرانية تقتلكم. وأهل البصرة ثقوا بالله العظيم اللي يصفونكم واحد واحد، ما زول المظاهرات مالتكم كلها اخوان. وناشد اقول يعني اقول هم مو استاذ عمر مو انت، وعفو العفو مالهم وينه؟ ترى العفو بس الله وكيلك بس السنه مسجونين. عمي صدام حسين كان القاتل ما يبقى 7-8 سنوات اكثر شيء 10 بالسجن. هسه هاي الخاطر الله الدول تسمعنا، والخاطر الاسلام، والخاطر ولو هم ذولا والله حتى بريئين منهم الاسلام ولا يعرفون الاسلام. عمي 10 سنوات و 12 سنة بدون ما يقدمون المحاكمة. عمي هاي ضديات، هاي طائفية والله لو ميت إرهابي، لو ميت قاتل، هم 10 سنوات انطحفوا للعالم، انطحفوا للعالم. عمي معيب عليكم، مو حطمتوا الإسلام هذا. عمي ترى اخلصوا
هذا سستان يقبل هالشكل هذا؟ مقتدى الصدير العلماء مالتهم تقبل 10 سنوات 10 سنوات يقدم محاكمة؟ عمي والله عيب، والله عيب. هاي احنا ندري بها طائفية وندري بهم بس السنة مسجونين، بس عمي صدام حسين ما دامت له ولا واحد دامت له ترى. ويجي حبكم الرحى، يجي حبكم الرحى من الله يحفظكم وينعوين على السادة مالتكم كلهم. نعم، الوضع بالطارمية أبو فهد. والله يا أخوي أستاذ عمر، والله وين ما كان مو يعني مو شيء. نعم. الطارمية مستهدة، الطارمية تفتيش ومداهمات، وهم هم مدمريننا مدمريننا، وهي بكل مكان ترى مو بس بالطارمية، بكل مكان اغتيال. هذا إرهابي تعال جيب دفتر وأطلع، وذاك جيب دفترين وأطلع. هم على إيش يعني هسه؟ أكو هسه قبل شوية سمعت واحد يقول لي يسوون اقتلاب عسكري. من يسوي اقتلاب عسكري؟ يعني هو اللي يسوي اقتلاب عسكري مو 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 مستفاد يوم يده يحصل له 3 دفاتر 4، ليش يسوي اقتلاب عسكري؟ ما يسوي. ماكو، كل من قال لك يسوون بعد اقتلاب عسكري كذب. كلهم مستفادين، من الجندي للضابط الرئيس وزراء كلهم مستفادين. حيدر العباد ايش قال؟ مو قال انا سوف الفاسدين والفاسدين؟ هو مو مشترك بالفساد؟ هو مشترك بالفساد. من نعلت الله على كل فاسد، نعلت الله على امريكا جابت لنا ذولا على طريق الكسبة. هم ذولا مال رئيس ذولا مال هادي الحامل وغيره وغيره، هم ذولا مال يتسلمون سلطه بالعراق. نعم. والله 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 جريمه من السماء للارض. بس عمي طلعونا طلعونا العالم المسجونه، هم امهات تضحك عليها وابائهم ينتظرونهم. هذولا مو خطيه برقابكم، ولو انتم ما تعرفون الخطيه، انتم ما تعرفون ناس مجرمين، ما تعرفون خطيه شنو. سبحان الله، الله هم من يروح بيت الله واحد يروح للحج؟ هم سبحان الله، الله يغفر ذنوبه. ليش عمي وحرام عليكم ايش تسوون؟ والله يا استاذ عمر يعني ما اجت الحكومات مثل هالحكومه الفاسده هاي. نعم، واشكرك جدا. شكرا شكرا ابو فهد من الطرميه كان معنا. رساله يقول الاخوان في قناه الرافدين، السلام عليكم. يقول بان الشعب العراقي قد جزع من حكم هذه العصابات المجرمه والحراميه، فالحل الوحيد هو بيد المعارضه الموجوده خارج العراق، عليهم الاتصال بالشعب العراقي في الوقت الحاضر، لان العراقيين يرحبون باي حكومه بديله. طبعا اليوم اكو مؤشر تحدث بأن العراق حل في المرتبة الثانية بتصنيف الدول الأكثر معاناة في العالم خلال العام 2017. دراسة أجرتها مؤسسة جالوب الخاصة أظهرت بدراسات الرأي العام عام 2017 كان من السنوات الأكثر معاناة للعالم منذ أكثر من عقد. وبيّنت الدراسة بأن الدولة الأكثر معاناة في العالم هي جمهورية أفريقيا الوسطى، التي حلت في المرتبة الأولى بالتصنيف حسب ما يسمى بمؤشر التجربة السلبية. يليها العراق بعد أفريقيا الوسطى في المرتبة الثانية للتصنيف السلبي، وكانت كذلك مصر وجنوب السودان وتشاد وسيرالون من سيراليون من بين الدول الأكثر معاناة في حسب هذا التصنيف. خلونا نأخذ هذا الاتصال، عندنا مقطع نأخذه بعد الاتصال يوضح جانب من مأساة العراق في الواقع الصحي. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة وللعراقيين الشرفاء. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أستاذ، أنا أتوقع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من حيصير يوم 15 لا أكو تشكيل حكومة ولا أكو تشكيل أي شيء برلمان، لأنه الكتل السياسية كلها متنازعة ومتناحرة فيما بينها. العامل يريد لازم تبديل الصدر، يلا خلي نسوي الحكومة ونسرع بالحكومة. العبادي يهدد لو يروح لإيران نبا يترك ويقول أنا حروح تركيا، لو يروح الأمريكا. يعني إحنا أكو تشكيك في الوضع. حتى الكتل السياسية مع احترامي للشريف من عندهم إنهم عارضين وجود إيران في العراق، وما يريدون انه تتدخل ايران بالشؤون العراقيه، لانه اللي جابتها للعراقيين ودمرت العراقيين. ترى السياسه يريد لها رجال، واحنا هسه المرحله اللي نعيش فيها ما شفنا رجال من الكتل السياسيه اللي قادره على انه تقود العراق الى البر.
أثبتت مظاهرات البصرة أنه أكو رجال موجودين في العراق والمحافظات اللي دمرت، أكو رجال تقوم بعملية يعني تقود العراق إلى بر الأمان. إيران البارحة فتحت نهر القارون، ليش فتحته؟ فتحته لأنه محرم جاو ولازم عليها زيارات تقوم بها. فإحنا العراقيين إحنا حنظل في هذا الوضع أن نسمح للإيرانيين يسقط ما يريدون ينطون مي أو يسقط ما يريدون يقطعون علينا المي وقتلوا شبابنا وأهلنا في البصرة، شلون نقبل على هذا الشيء؟ فتحوا نار القارون حتى على أساس أنه رجعت الأمور ورجعت مع الحكومة ورجعت مع أهل البصرة. أهل البصرة أصلا رافضين وجودهم ورافضين تدخلهم، لأنه إحنا ما راح يدخلون الإيرانيين، أكو من ناس ضعيفين شخصية يقومون بعملية مسح مع الاعتذار أجلكم الله أحذيتهم ويشيلوهم وما أدري شنو. ترى بعد ماكو هيك شيء. بعدين أنت يا سيد مقتدى، أنت لا تصير مثل المهفة، كل ما يعني تميل الكتلة الأقوى تروح وياها أو الناس تجي وياك، هذا ما يصير. هذا يعني ترى شعب يراد له يعني قوة، يراد له يعني مدارات. يعني هسه إن شاء الله أعتقد أنه أكو معارضة لوجود الإيراني في البرلمان، وما راح يصير أي يعني توصل إلى حل مشكلة رئيس الوزراء. بعدين يعني أستاذ الطرق هسه سدت، صار لها يعني سدت الطرق المهمة حتى لحماية المنطقة الخضراء لمدة شهرين. يعني حتى الموظف هذا يقول لك إذا هي الدولة سدت الطرق أنا شكرا يحصل على الدوام. يعني هذا استهتار بكل القيم اللي بالنسبة للعراق. فإحنا يا عراقيين يا أهل البصرة يا محافظات الجنوب، احشوا كلمتكم وقوموا بعملية مظاهرات إلى المنطقة الخضراء حتى لا يتم تشكيل حكومة هي موالية لإيران. خلي ندي أنه نعيد سيادة عراقنا، نعيد كرامة عراقنا، لأن العراق إذا بدون كرامة ترى العراق راح. تحياتي للجميع. أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. خلونا نأخذ هذا المقطع اللي يتحدث فيه أحد المواطنين العراقيين عن الواقع الصحي اللي وصلت إلى المستشفيات في العراق. نشوف المقطع ونرجع لكم. يا السلام عليكم، بس أريد أوجه رسالة لوزيرة الصحة، وزيرة الصحة عديلة حمود. هسه حاليا أنا بمستشفى ابن غزوان بالبصرة، مستشفى كل شيء ما بيه، مجرد أثاث وكادر يشتغلون بالمستشفى، العلاج والشغلات كلها تشتريها من برا، كلها أغلبها تشتريها من برا، أبسط شيء ما عندهم. صار لي يومين بالمستشفى، من تدخل المستشفى ابن غزوان أقل شيء يكون عندك 100,000 هذني رشاوي تدفعهم كل واحدة 5-5، يلا يمشون هذني الموجودات الداخل، خاصة إذا عندك ولادة كل واحدة 5 تمشي، ما تعطيها 5 ما تمشي، وهي ما تقول لك تعطيني بس ما تشتغل لك، ما تشتغل إلا تأخذ فلوس، تعطيها فلوس تشتغل لك مثل ميل الساعة، ما تعطي ظل تحكي ويا المريض زقح الصيح على أدنى شيء ظل الصيح عليكم، هذني الموجودات داخل. وبالنسبة للعلاج، يعني العلاج ما شاء الله من أمس اليوم كله مشترى من برا. هاي الأبرة، هاي الأبرة شوفوها، أبرة هاي اشتريتها من الصيدلية هسه قيمتها 100,000، 100,000 دينار أبرة. يعني هسه أنا بالله قدرت أشتريها ووديها مال تطابق دم، بس غيري اللي ما عنده اللي ما يقدر شلون راح يدبر يجيب فلوس بأن يشتري هاي الأبرة؟ شلون يحصلها؟ يعني هسه وزيرة الصحة بشهر محرم، احنا واليوم 2 بمحرم، يعني مجالس الحسين والحسينيات واللطوم وهاي مو هشترى، اغلبهم هسه يدورون مجالس ويدورون لطميات ويحبون الحسين وبالك عنا والحسين ثوره والحسين. الحسين مو هيك، الحسين انت وزير او هذا مدير صحه البصره، اي واحد منكم حرام عليه يروح يقعد بمجلس الحسين والمرضى ضالين بالقران الكريم، مرضى داخل ضال علاج ما عندها فلوس ما عندهم يروحون يشترون. الحسين مو هيك، مو هيك الحسين، تروح تقعد بمجلس والمرضى ضالين وعلاج ماكو، سديات ماكو، عرباين ماكو مال دفع، يعني المريض يظل ينتظر على ما يجيبوا له عربانه. كل هذا ونصيح احنا هيهات من الذله، والحسين قائدنا والحسين قائدنا، الحسين ما له علاقه، الحسين بريء منكم. خوش
نعم، كلام واضح يتحدث فيه عن الواقع الصحي المتردي في العراق. معنا اتصال أم علي من كربلاء، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً بيك. تفضلي. السلام عليكم. أسمع أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً وسهلاً، تفضلي. أخويا بالنسبة للمظاهرات ما أدري الفسمة. نعم. نعم تفضلي أم علي. تسمعيني؟ لمن يطلع مظاهرات؟ يعني هو كم مرة يطلع مظاهرات؟ صار براسه خير الناس، ماتت العالم من وراه. نعم. نعم أم علي، انقطع الاتصال مع أم علي من كربلاء كانت معنا. يقول في طبعا كذلك في الوضع العراقي، يقول حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها سترد بشكل سريع وحاسم على أي هجمات يشنها وكلاؤها من الميليشيات في العراق وتؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية. طبعا يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريع قانون لفرض عقوبات على ميليشيات في العراق لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني للتصدي لتزايد نفوذ طهران في العراق. مصادر مقربة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تحدثوا بأن مشروع القانون يفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران، ويلزم أو يلزم وزير الخارجية الأمريكي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني. نعم طبعا رسالة من البصرة اللي قال إنه هناك قوات جديدة وصلت إلى البصرة، يقول أخي كل شخص طلع مظاهرة مهدد بالاعتقال غير الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، يهددون الناس المتظاهرين النشطاء يرسلهم رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي بكل مكان، يقول تلقى سيطرة ما نعرف شكو صاير بالبصرة بعد اللي صار. نعم احنا طبعا تحدثنا على موضوع التصنيف، العراق حل في المرتبة الثانية بتصنيف الدول الأكثر معاناة خلال العام 2017، جاء في المرتبة الأولى كما قلنا جمهورية أفريقيا الوسطى ومن ثم جاء العراق. معنا اتصال علي من هولندا، تفضل علي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أهنيك وأحييك على هذا برنامجك الحلو والرافي يعني. حياك الله يا أهلا بك. يعني بصراحة قاعد نحكي اليوم عن الحكومات. نعم. يا صديقي صدقني ماكو حكومة بالعراق. في كل العالم وكل الدول الحكومات عبارة عن خدمات. أنت شلون تعرف عندك حكومة؟ من الكهرباء ما تطفى عندك. شلون تعرف عندك حكومة؟ من المي ما ينقطع عندك، يكون عندك أمان. صراحة بالعراق كل هاي المقومات ماكو. يعني بين قوسين ماكو حكومة. عبارة عن ميليشيات. ماضيات، أحزاب، سلابة، حرامية، لملوم إجات من كل بقاع الأرض، ما تعرف منين ما منين. يعني فوضى يا أخي. نعم. نعم علي. تسمعني؟ علي من هولندا معنا الغريري من صلاح الدين، تفضل الغريري. السلام عليكم أبو خطاب. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. الله يحييك استاذ عمر. استاذ عمر حقيقه يعني البارحه اثارت سخريه الناس جميعا الجدال الذي جرى بين ابراهيم الجعفري وبين الممثل السعوديه في اجتماع الجامعه العربيه. نعم. ابراهيم الجعفري استشهد بآية قرانيه قول الله تبارك وتعالى ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. نعم. هو طبعا كان يلمز السعودية وأنا لست بصف الدفاع عن السعودية. نعم. لكن رحم الله من قال لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. يعني لو قارنا بين الفساد بالسعودية والفساد الموجود في العراق ما توجد مقارنة أصلا. نعم. ما أقول لك مخمص من الفساد السعودي أكو فساد. الجماعة مو ملوك، شوف السوون بالعراق. الله يبارك فيك سال عمر. هم مو ملوك يتسووا. نعم. هم ملوك كانت يحون الجزر الشاقوق. هاي واحدة أستاذ.
ثاني شيء استاذنا الفاضل الاستاذ عمر الورده ذاك اليوم بدوره الالعاب العربيه بطوله العربيه لكره القدم بعد هتاف الجزائريين بحياه صدام حسين وكذا اجى الامر مباشره من بغداد بضروره انسحاب الفريق والاحتجاج على الاهازيج التي تمتح صدام حسين. نعم نعم الغراري. يبدو ان الاتصال انقطع مع الغراري من صلاح الدين. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول التحالفات السياسيه، تشكيل التحالفات السياسيه. هناك رفض من بعض الاحزاب السياسيه التي تدعي تنفيذ الشيعه، ترفض اللقاء مجددا بالمبعوث الامريكي بريت ماغورغ. بهاء العرجي قال بان ايران هي التي من افشلت اعلان الكتله الاكبر في اول جلسه للبرلمان في الايام السابقه. يوم السبت القادم هناك جلسه كذلك للبرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.